متابعي قناة بيست آرت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تفاجأ الفنان محمد بن شنات من استعمال ابنته إيفا أحمر الشفاه، كما استرجع ذكرياته مع الجميلة إيفا أثناء تواجده في العاصمة. روحي روحي، شكي ديرا في أمك؟ شكي ديرتي في أمك؟ روحي شكي ديرا في أمك؟ روحي متهربيش، شكي ديرتي في أمك؟ وجاليف شولم؟ وجاليف انت لا استعرف ديرا وجاليف؟ ما ترقديش، عندك إيش حراهي الساعة وما ترقديش؟ هيا طلعي ترقدي بنتي، هيا نطلع كيرا ايه ضحكي بياسة بياسة توحشتك ايوة ها؟ كي بيجي معايا برا ولا تروح للسبيطار غادي يضربك الضو تما نديك ديرك ندفنك كي الزاوج قلع يديك غادي ندي ادم خوك لا بيزي لا سي موان كيفاش سي توا سي با ابيبي خوك سي موان لا عندي هو مسكين لا سي موان هلا موان هذا شكون هذا اللي كتعطيه بيبو ليس ها ليس ليسك ليس. إلك 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 شو قلتي لي ليس نديه نشي غادي نجيب له ما سيريا وجدي لي مايو تاع ادم نديه دروك واه ايسا ايوا انتي من بعد نجي عندك هذا البيتس هكاك مالك اخويا صاحبي مالك شكون صياتك صح هذا شكون اخويا وصاحبي ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم اشتركوا في القناة فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيست آرت